أمهات آباء وإخوة جاءوا من عنابة هذا الصباح ليحتجوا سلمياً على عدم تحرك السلطات الجزائرية إزاء ملف أبنائهم المفقودين في تونس منذ 2008. لم تتوقع هذه الأم أن تجد نفسها اليوم مفرقة بين تونس والجزائر من أجل ابنها المفقود. جيت الوقفة هذه حاجة لولدي كبدتي، جيت حاجة لولدي الكبدة تاعي، ما نفرطش فيها لو كان في يقعد فيها عرق واحد. رد فعل المسؤولين بالخارجية كان عبارة عن وعود لا غير اعتادت العائلات سماعها من طرف السلطات الجزائرية والتونسية. في الملف عندهم 8 سنوات وما عندهم الملفات. إلى هذا سيتان كالمو، جينا باش يديرونا الانستيزي ويطلقونا نروحوا، احنا وني كونتر. دام لقاء ممثلو العائلات مع مدير الجالية الجزائرية في الخارج بالوزارة ساعتين كاملتين، خلص إلى ما ستستمعون. كلفوا زوز منا قال لك باه نديرهم كيما نقولوا عرض حال للقضيه، نكتبوا فيها النتائج، نكتبوا فيها كيما نقولوا بالتدقيق واش صرا واش كان واش صرا واش صرا في القضيه تاعنا من 2008 ليومنا هذا. وقالوا لنا جيبوها، قالوا لنا نجيبوا بصمات تاع الدراري تاع اولادنا باسكو عندنا لي كارد ايدونتيتي، وقالوا لنا بربي ان شاء الله باللي هم حيوقفوا معنا. في انتظار تحركات ايجابيه من المعنيين يبقى اصرار العائلات وصوتهم مرفوعا من اجل اظهار الحقيقه.